هاي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة طريقة تقفيل السلسلة الجلد بطريقة بسيطة جدا وسهلة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وكومنت للفيديو لو عجبكم. يلا نبدأ مع بعض. هحتاج لنص متر من الخيط الجلد، هحتاج لدلاية اي شكل انتوا تحبوه، هحتاج زرد، هحتاج لقفل، وهحتاج للقفاش ده، وهحتاج البنسة بتاعتي. يلا نبدأ. اول حاجة هو تركيب القفاش. انا بمسكه بالشكل ده من الدايرة بتاعته دي اهو، وبحط الخيط الجلد معايا بالشكل ده اهو، وهقفل بالبنسة الطرفين عليه بالشكل ده اهو. نبص عليه شوية بالشكل ده. انا قفلت الخيط اهو والطرف التاني هكذا اهو، بمسكه بالشكل ده اهو، هقفل الجنبين عليه اهو بالشكل ده معايا. بعد كده هنركب الزرد اهو بالشكل ده، وبعد كده هحط القفل وبعدين نقفل تاني. انا كده قفلت اول جنب، الجنب التاني هركبه بالشكل ده اهو، ونقفل مش هنحط اي حاجة تاني. انا كده قفلت طرفين الخيط اهو بالشكل ده، عملت تقفيلة لسلسلة بالخيط الجلد. بعد كده طريقة تركيب الدلاية، بالشكل ده هدخلها في الخيط عادي ونقفل الزرق اهي، بقت معايا بالشكل ده. بسيطة جدا وسهلة وشكلها شيك جدا اهو، تمشي كمان للسلاسل الاولاد والبناتي اهو بالشكل ده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت للفيديو لو عجبكم، واتمنى يكون الشرح عجبكم. شكرا.